السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل الأخضع يطعن في قرار الكاف من أجل معاقبة الخضر والجزائر تتحرك. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. طبعا رسميا الكاف تصدر بيان في حق انسحاب منتخب المغرب من بطولة الشان والخطاب السياسي الذي صرحه حفيد نيلسون مانديلا. هذا أول البداية. طبعا الحكم الذي أصدره كاف، قبل أي شيء أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك وشكرا لكل من يدعمني في هذه القناة. الحكم الذي أصدره كاف بعدم معاقبتنا نحن والجزائر لا يرضينا، سنطعن في القرار ولن نرضى بغير معاقبة المتسبب من حرماننا من المشاركة في شان. طبعا هذا لقجع هو الذي يتكلم بهذا الكلام، يطلب بمعاقبة الجزائر. المغرب مستعدة لمقاطعة، طبعا هذا الكلام الذي أحكي هذا كلام لقجع، ويقول أيضا المغرب مستعد لمقاطعة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة 2023 التي ستقام في الجزائر من 8 إلى 30 أبريل، إذ لم يسمح للفريق بالقيام برحلة مباشرة كما هو مبين في لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف. طبعا هذا أيضا كله كلام لقجع. وقال أيضا من جهة أخرى رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، وفي تصريحات لراديو مارس، سنستأنف في قرار لجنة الانضباط لأنه أقل بكثير من سقف المعقول، أمامنا مهلة لذلك وهيئنا ملفنا مع استشارة قانونية قوية، منعنا من استعمال نقلنا الرسمي والتنقل عبره وفقا ما يكلفه القانون ولا يمكن أن نقبل بذلك، لن نتنازل عن حقنا إزاء ما حدث في حفل الافتتاح بخطاب الشخص فاقد الشرعية، إذ لم تنصفنا لجنة الاستئناف سنتوجه للتاس ولن نتنازل عن حقنا في هذه القضية ولو بقي فينا عرق واحد ينبض. طبعا هذا كلها تصريحات من نقجع. المغرب يقرر الاستئناف بعد قرار كاف، بينما أعطي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تحذيرا بسيطا للجزائر، فإن هذا القرار فإن هذا القرار نتابع جميع ما قيل وقال فإن هذا القرار لم يكن ليرضى الاتحاد المغربي، هذا الأخير غير راضي قرار الاستئناف. طبعا هو لفجع اللي هو غير راضي في هذا القرار. مصدر من الكاف بخصوص عقوبات لجنة الانضباط على الجزائر والمغرب، الاتحاد الجزائري لكرة القدم فاف تقدم بطعن لدى لجنة الاستئناف بخصوص قرارات لجنة الانضباط. الفاف طعنت في عدم التعويض نظر غياب منتخب المغرب من الشأن. الفاف طعنت من صياغة قرار لجنة الانضباط الذي خصها بالذكر من تذكيره عند طبعا في تذكيره عند ذكر جميع الاتحادات الوطنية. الفاف ذكرت في طعنها إن استضافة أي شخصية في حدث يتبع الكاف يكون بموافقة هذه الأخيرة، واستغربت الصياغة واستغربت الصياغة. الفاف ذكرت في طعنها بمواد دفتر الشروط المادة 11-4 التي تنص على ضمان النقل داخل إقليم البلد المستضيف. طبعا هذا طعن الفاف ترد على لجعة.